مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. احنا كنتواجدوا امام مقاطعة مولاي رشيد في الدورة العادية لهذه المقاطعة. كنا كنتمناو ان في هذه الدورة تناقش الامور الخاصة بمنطقة مولاي رشيد، بما يعرف الجماعة القروية مولاي رشيد عند اغلبية الساكنة ديال هذه المنطقة، وكذلك السكان ديال مدينة الدار البيضاء. وهاد الناس كيرضي للاسف المسؤولين اللي كيسيروا هاد المنطقه. تمنينا انهم يناقشوا الازقه المتهالكه والاناره الضعيفه جدا اللي منذ التسعينات القرن الماضي، والاناره مازال كتواجد بواحد الشكل مضحك جدا، اناره صفراء كيف الشمع. فمعنا جمعويين كيتسميوا هاد المنطقه، بغينا نتكلموا على الحمير اللي مشوهين هاد الحي، البغال، الكرارز، الازبال، الاناره، حتى حاجه ما كتعجب في هذه المنطقه. لو سولناكم ثم من الساكنه كيفاش كتجيكم المنطقه اللي كتعيشوا فيها؟ شنقول لك، المنطقه اللي كنعيشوا فيها بصراحه منطقه هي عزيزه لنا، لاننا كبرنا فيها وتربينا فيها، ولكن هذا الشيء كيأثر صالح علينا. نقدر نقول لك هو ان المنطقه مهمشه من جميع الاشكال ومن جميع الجوانب. اول حاجه اللي مهمشه نقدر نقول لك، الى لاحظتي، الى خديتي واحد الجوله دابا حاليا خديتي في منطقه مولاي رشيد، غتلاحظ ان مظاهر البدو، غتلاحظ ان الحمير، كاين الكواتشه، ازقه متهالكه، شوارع مليئه بالحفار، كاين التهميش، الازبال في كل مكان. نقدر نقول لك هي منطقه، نقدر نقول لك منطقه منكوبه، منطقه منكوبه جراء. هذا هو المصطلح عشوائيه ديال التسيير او تدبير من طرف رئيس المقاطعه ديال مولاي رشيد. انا كنحمل المسؤوليه رئيس المقاطعه لانه عنده التفويض الكامل ديال 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 المقاطعه. انا بدرجه اولى كنحملو رئيس ديال المقاطعه لانه ما كيقومش بالواجب ديالو. وملك البلاد هو واضح بهذا الشيء، يعني كيقول لك ملك البلاد نصر الله في واحد الخطاب، كيقول لك ملك البلاد كيقول لك امام هذا الوضع من حق المواطن ان يتساءل ما الجدوى من اجراء انتخابات وتعيين عمال وقناصل وولات واجراء انتخابات اذا كانوا هم فؤاد وهم الشعب فؤاد اخر. وكيقول لك عاوتاني في واحد الخطاب اخر ملك البلاد نصر الله، كيقول لك ملك البلاد من هو ما بقاش عنده الثقه في بعض السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ اذا كان ملك البلاد غير ما كيتيقش بعض المنتخبين السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ يقول لك لكل هذا اتقوا الله في وطنكم، اتقوا الله في وطنكم، اما ان تكونوا مسؤولون، واما ان تكونوا انكم الانسان انه يكون كيقوم بالواجب ديالو على اكمل وجه او الانسحاب. في المغرب لا رجال ونساء الصادقون، والملك واضح بهذا الشيء، لان هاد الناس هادو من نقول لك انا رئيس المقاطعه هو انه فقد الثقه ما بين المواطن والمنتخب. زاد كمل عليها، زاد كمل عليها، لان دابا حتى السياسه، دابا اي مواطن هنا في منطقه مولاي رشيد كتذكر لي السياسه كيقول لك السياسه بواحد المفهوم ديالها ان السياسه السياسه هي سياسي اذا شفار، شفار انت السياسي، اذا انت منتفع، انت مسترزيق، انت باغي تدبر على راسك. شو هو السمعه ديال السياسي سواه في المنطقه هنا؟ لانهم ما كيقوموش بالواجب ديالهم على اكمل وجه. دابا سنتين من التسيير، سنتين من التسيير بدون مشاريع، دابا زيرو مشروع تنموي، اذا سنتين من التسيير. هذا كيعطينا واحد الخلاصه او حصيله ديال هذا المجلس هذا، اللي هي حصيله كارثيه، حصيله مشات في العشوائيه او سوء التدبير ديال هذه المرحله هذه. لهذا انا من المنبر ديالي، انا واحد النداء عاجل اللي نقدر انني كنوصلوا للسيده زينب العدوي رئيسه المجلس الاعلى للحسابات، ان الدخول على الخط ديال هذه المقاطعه ديال مقاطعه مولاي رشيد، مقاطعه مولاي رشيد تابعه لعماله مولاي رشيد، ان هناك كاين اختلاسات، كاين اختلالات، كاين مشاكل، كاين عراقيل بالجمله هنايا. تكنلاحظوا ان بعض الاشخاص اللي ما عندهمش حتى صله بالمقاطعه وكيشاركوا وكيدبروا الشان المحلي. شفت قبيله واحد المستشار ربما، يعني ربما حتى المستوى الثقافي ديالو ضعيف جدا، ضعيف جدا، ما عرفش شنو كاتب، كيتهجى، كي الرئيس كمل عليه المعارضه. الا تكلمت ثاني كذلك السلطه المحليه، السيد الباشا حاضر هنايا، الدور ديال السلطه المحليه في المنطقه علامة استفهام كبيرة، الدور ديال العامل في هذه المنطقة علامة استفهام كبيرة، الأسواق النموذجية الجمعويين، تكلمنا على الجمعويين، ما نقولش الجمعويين كلهم صالحين، لأن أغلب الجمعويين في مقاطعة مولاي رشيد مسترزقين، متملقين، كيقلبوا
وانتم كتعرفوا هذا الشيء بطبيعه الحال. شوف انا حتى حاجه ما غنقول، شوف هذا هو اصل المشكل، هو هذا هو اصل المشكل، هو ان بعض الجمعيات كيستافدوا مستفزقين كيطبلوا للمجلس رغم انه ما كايناش شي حصيله اللي هي ايجابيه من طرف المجلس او من طرف الرئيس، وكيطبلوا للمجلس وكيديروا كذا وانه فعلنا. كاينين بعض الانشطه اللي كديرهم الجمعيات كتبناهم المجلس كانه عندي غير واحد السؤال. سمعت بانكم بان مجلس المقاطعه باغي يدير التبوريضه في مولاي رشيد، واش دابا مولاي رشيد باقى لكم التبوريضه؟ شوف شوف هذا دليل، شوف واحد الحاجه، شوف 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 اسمعي، هذا شوف الموسم ديال التبوريده في مجلس مقاطعه مولاي رشيد، هذا ما الا دليل ان المقاطعه كتعيش العشوائيه، وان المقاطعه هي بدرجه اولى قرويه اكثر ما هي حضريه، مع العلم انها تنتمي الى مقاطعه شخصك العريان، الى مجلس مدينه الدار شخصك العريان. فاطمه مولاي حنا كنعرفوا التبوريده هي التبوريده ديالنا، حنا مولود ديالنا ثقافي، ولكن كدار في المناطق اللي هي قرويه كيديروا التبوريده في اخر السنه لانها كتكون انجازات قبال، كيحتفلوا بهذاك المنجز. حنا كيفاش بغيتينا نحتفلوا بالتبوريده وحنا ما دايرين زيرو مشروع، ما عندنا حتى شي مشاريع، حتى المويه دابا حاليا ضاربين مع الزبل في الدوره. شوف شوف على فكره، هو ان المشاريع اللي تنجزات في المجلس السابق بقى الان حاليا هي طول بناء وما تكملاتش، دابا حاليا الاشغال ديالها هي متوقفه. ونعطيك كمثال ديال المكتبه الملحقه ديال الكليه ولوبرج في منطقه ديال المسيره، هذه المسيره دابا الحل الالي حاليا الا مشيتي تما غتلقى انه باقي الساس، دابا حاليا لمده 3 سنوات هو الساس باقي، يلاه الساس باقي ما كملوش المشاريع كنقول لك ديال المجلس السابق. فبالله عليك باش غيجيبوا شي يديروا لنا مشاريع حتى المويه، لان الانشطه الوحيده اللي انا حاضر فيها وشاهد عليها وغادي نقول بانه برافو عليه دارها هما الحفلات اللي كيداروا في المسرح القصير، راه موجودين هنا في مسرح مولاي رشيد، فمن غير القصير والنشاط وسميتو ما كاين حتى حاجه. هذا الراتب الروتيني اللي ولينا كنشاهدوا في المجلس هو ديال القصير، ديال اننا كل سيمانه ولينا كنديروا نشاط، كل سيمانه نشاط. ما خاصكم خير انتم، ما خصنا حتى شي خير، هو كاننا الا مشيتي شاهدتي هذوك الانشطه الا كاننا ما خصنا حتى شي خير. كيقول لك اش خاصك علينا؟ يقول لي خاتمه مولاي. حنا خصنا برامج اعاده تاهيل ديال المنطقه ديالنا، كنشاهدوا المنطقه ديالنا منكوبه، كلها مهمشه من كنقول لك مهمشه من جميع الجوانب، جميع القطاعات، سواء القطاع الثقافي الاجتماعي الاقتصادي او الرياضي، حتى الرياضي، والرياضي غيتكلم عليه الاخ لانه عنده واحد الالمام شويه بالرياضه، انا ما عنديش الالمام شويه بالرياضه لانني كنتبع المجال الاجتماعي. دابا المنطقه باقى لها الرياضه، حتى المنطقه هذه شوف مولاي رشيد الرياضه انها كتعاني من مشاكل، كتعاني من كولاسه، كتعاني من بزاف ديال المشاكل اللي يقدر يحكيو. انا جميع المقاطعات اللي كنزورهم فكنلقى هذوك المسؤولين اللي تم الانتخاب ديالهم من طرف المواطنين تقريبا بداوا في المشاريع ديالهم وقربوا يساليوهم، قربوا يساليو الناس المشاريع ديالهم، قربوا يساليو دي تقريبا بواحد 90%. هنا مولاي رشيد راه صفر انجاز، لان حتى في المجلس السابق باش يتسماو راه صلحوا شنو داروا؟ شدوا لهم واحد الزفت لصقوا لهم مع الابواب ديال البيوت بدون باساج ديال لي بيتون، بدون اناره او اعاده تهيئه ديال الازقه. فمقاطعه بمسيرين فاشلين بمعنى الكلمه. انا نلخص لك بالنسبه للمقاطعه ديال مولاي رشيد، نلخص لك واحد الكلمه واحد هي بالنسبه للمقاطعه ديال مولاي رشيد زيرو انجاز. يعني ما غاديش نبقاو نتكلموا من وراها ولا نتكلموا قدامها، يعني هذه عامين والمجلس خدام في تجنيس ما بين المعارضه يعني والمكتب، يعني وخلات وهمش المقاطعه وهمش يعني المنجزات ديال المقاطعه وهمش يعني بصفه عامه المقاطعه، يعني بصفه عامه يعني الرئيس ديال المقاطعه ديال مرشيد كيتحمل المسؤوليه الكبيره. يعني ما انا كنتمنى ان السيد الوالي ولا السيد العمل اللي هو الواسع التراب ديال المقاطعه ديال مرشيد انهم يدخلوا ملي غيشوفوا واحد المقاطعه اللي هي بقى زيرو انجاز لمده عامين، يعني خاص تدخل سريع. يعني المقاطعه ديال مرشيد كتساعد، يعني كتسائل علاش يعني هاد الحقره في المقاطعه ديال مولاي رشيد، لان الرئيس ذو المستوى، يعني المستشارين ولا الناس اللي كيمثلوا اعضاء ذو المستوى يعني زيرو. ملي كتدخل الدوره كتشوف مهزله، كيناقشوا امور اللي ما عندهاش علاقه، ضرني خاطري هي عندها علاقه نسبيا ولكن ماشي الاولويه. كتشوف مستشار انه يهضر على المقاطعه ديال مولاي رشيد كيهضر لي على المديونه وعلى بقعه ديال المديونه، محشوم وعيب. راك جيتي باش تهضر على المشاكل ديال المقاطعه ديال مولاي رشيد كتخبط فيها من نظام كتكلموا على المطرح ديال النفايات ديال المديون. واحد كيقول واش خاصو يتناقش على مستوى مجلس واحد من المعارضه اللي كنتسناو منه انه باش يتكلم ويعارض ويهضر على المقاطعه ديال مولاي رشيد كيقول العام زين،
يعني هنا مقاطعة مولاي رشيد راه ضاعت، يعني حشومة وعيب. حنا في مقاطعة ديال مولاي رشيد، يعني اش غادي نتسنى؟ راه هذا اللي راه كنتسناو ان يكون شي زنزال ولا تكون شي مصيبة كحلها. ما كنتش بان المواطنين كيستاهلوا هذا الشيء اللي واقع لهم هنا في هذا المجلس، يعني هما اللي انتخبوا. لا، شي انتخاب هو كان مهزلة داخلية، مهزلة داخلية لقمع واحد الجهة معينة أو الانتقام من واحد جهة معينة، لأن أعطت إنجاز داخل مقاطعة ديال مولاي رشيد. كان واحد الإنجاز، كان بالنسبة للملاعب ولا بالنسبة لهذه المنجزات اللي توقفت الآن وجه هذا المجلس، أنه باش يكمل هذه الإنجازات اللي دارت، اللي مشات دابا تحت في لاماس اللي مولاي رشيد مستاهلش صاحبي. راه المناير يعني هاد المنجزات اللي طاحت في لاماس أو لا بقات واقفة، الله أعلم إمتى غادي تنجز ظروف، الله أعلم، لأن مولاي رشيد الرئيس ديالها باقي الله باغي يرضي ليها المعارضة أو لا باغي يتعلم كيفاش يوالم ما بين المعارضة والمكتب. هذا ماشي شغله، جيتي أنت باش تنجز ودير واحد الإنجازات داخل المقاطعة ديال مولاي رشيد. نمشيو للمسيرة، راه نقطة سوداء، راه حشومة وعيب. ماشي نقطة سوداء المسيرة، راه مولاي رشيد كاملة لا لا هضرنا هذيك ما غاتعزل. راه هضرنا هادشي المسيرة كاملة منطقة سوداء، النفايات الهامدة يعني والنظافة والدواب وهذا، راه حشومة وعيب انها كتنتمي مثلا للمنطقه ديال مولاي رشيد، لان فيها عده اشكالات. وكنشوف المستشار كيهضر لي على حاويه ديال البلاستيك وحاويه ديال الحديد، ما يمشي يهضر على لانه كينتمي للمنطقه او كينتمي للمسيره، وكينتمي باش يهضر على المسيره ويهضر على المشاكل ديال المسيره. كيهضر لي هو باش يطبل، لانه هو خدام في الشركه ديال النظافه، خاف يخسر لي مخاطرهم، لانه هو المدير ولا هذا ما كيهمناش. انت راه جيتي كتنوب على منطقه ديال مولاي رشيد، انت مستشار كتمثل المقاطعه ديال مولاي رشيد، خاصك تتكلم على المقاطعه ديال مولاي رشيد، خاصك تهضر على المشاكل اللي كتخبط فيها المقاطعه ديال مولاي رشيد. راه عيب وعار اننا نشوفوا هذا المستوى ديال المعارضه ولا ديال المكتب في اطار ان هذا المجلس اللي كيجيب لنا واحد البلان كيبينوا لنا ديما كنجيو كنتفرجوا فيه. حنا كنا كنبداو واحد المشروع كفاين، كنجيو كنبقاو نشوفوا نفس السيناريو، يعني نفس البلان كيجيو حطوه لينا كيبقاو يتكرر مره جايه، كيتعاود كيتكرر وكيتعاود. اشنو غادي تستافد منه المقاطعه ديال مولاي رشيد؟ راه زيرو انجاز. يعني هذا الشيء راه كيامن كيلخص هذا الشيء اللي كنقولوه، راه زيرو انجاز. ما غاديش نبقاو نتكلم. مقاطعه مولاي رشيد فيها اكبر الفنادق طبيعه الحال، وفيها ابلاسي فنادق ديالهاش، فنادق ديال الحمير والبغال، فنادق هاي كلاس، لان فين ما مشيتي غتلقى دي زوتيل موجودين في كنيسة الحمير والبغال وسط تجمعات سكنيه، جميع انواع الحمير وجميع انواع البغال. هذاك النموذج، وهذاك النموذج اللي كاين كاين طابور. لا باش الرئيس فرق ما بين جوج، مولاي رشيد فرقوا ما بين جوج قراوي ومجال حضاري. هو ماشي حضاري 100%، حضاري بواحد 60%، لان شارع ادريس الحارثي باقي فيه الكواتشه وهذا. حنا ما كنقولوش هذوك الناس يتحيدوه، لان ملي كتبغي تحيد واحد الحاجه خاصك دير ليه بديل، ما كنقولوش ولكن ملي كتحضر واحد المدينه راه خاصك توجد ليها الاساسيات. وملي كنهضروا على الناس الثاني اللي فوق عبد القادر الصحراوي اللي قراوي. قراوي واللي بالمناسبه غنهضر على واحد الحي اللي سميتو حي الفضل ومعروف والهراويين وهذيك المناطق كلها، راه خاص الناس يمشيو يشوفوها. دابا حنا كنهضروا عليها شفاهيا بحال هكا، راه كتبان منطقه يعني فيها شي حاجه، الطريق ما مقاداش ولا، ولكن راه هي كلها الطريق ما مقاداش والازبال والدواب. وملي كنشوفوا عاوتاني الموضوع ديال الوكاله ديال، ما غاديش نتكلموا احنا بزاف على المقاطعه، على المسؤولين ديال المقاطعه. فين هي السلطه المحليه ديالكم هنا؟ بطبيعه الحال شوف انا هادشي اللي كنتحمل، فين هو القيد؟ فين هو الباشا؟ فين هو العامل؟ شنو الدور ديالهم في هذه المنطقه؟ المراقب ديال صاحب الجلاله هو اللي خصو يراقب المنتخبين هنا، يراقب اي صغيره وكبيره خصوصا الصفقات. من غير الصفقات راه كاين تحرير الملك العمومي، راه كاين كاين الازبال المحليه، اسواق النموذج كاين بزاف ميد، كاين الازبال دابا حاليا الاسواق اللي كنقول لك غير المهيكله. شوفوا الموضوع، الموضوع ماشي ماشي ما خصوش يتطرح هذا الموضوع هذا، لان مولاي رشيد اول حاجه مناش كتعاني. مولاي رشيد واحد الحي اللي فقير، وما نهضروش على الازبال، راه نحيدوا بعدا اللي كيسبب لنا الازبال. حي فقير، حي فقير، كاين حي صناعي، حي صناعي.
بالنسبه للموارد بالنسبه للموارد حي صناعي ما كنهضرش انا على الماء كنهضرش لك على حي بالنسبه للموارد دابا ما كنهضرش لك على الموارد انا كنهضر لك على الساكنه الساكنه المجمل ديالها فقيره الناس فقراء ما غاديش نهضروا على الاسباب نبداو نقيو لهم الاسباب ودير لهم مشاريع نشوفوا هذيك المداخل اللي كتمشي المداخل فين هي ماشي حنا نبداو نوظفوها ونبداو ما ندخلوش المسائل الكبيره اخرى اللي فيها الصفقات العموميه واللي فيها الشراكات ما نهضروش عليها نهضروا على هذا الحي هذا خاصو مشاريع خاصو اسواق نموذجيه خاصو بنيه تحتيه هذا باش نهضروا على الاسباب لان هذوك الاسبال هما حيدناهم الاسبال اللي تناقشوا على مستوى مجلس المدينه ما كاينلاش تناقشوا ليا هنا تناقش ليا على هذوك الازقه اللي بدايرين لكم الزفت على الباب الزفت على الباب الضوء باقي قديم من التسعينات الضوء احمر بحال الشمع كثره الحمير والكراس علاش لان ما كاينش اسواق نموذجيه البديل ما كاينش فمولاي رشيد ربما انا كنقول بان هذه المقاطعه مغضوب عليها ولا فيها شي دعوه نازله فيها رئيس المقاطعه دابا الحالي هو كان عنده واحد السير ديال ربع سنين قبل الجويليات عنده لا الجويليات عنده الجويليات ولا ثلاثه كنظن من نهار تاسست دابا المقاطعه اربعه الولايات نهار تاسست دابا المقاطعه دابا حاليا من 92 هو اللي كان رئيس ديال المقاطعه اش دار؟ ما درت حتى شي حاجه حتى شي حاجه ما تزادش صفر انجاز انا اللي بغيت نعرف انا اللي بغيت نفهم وبغيت نوجه خطاب للرئيس ديال المقاطعه بغيت نقول ليه واش جيتي بالنيه ديال الاصلاح مع الساكنه رغم ان الساكنه كانت عندها واحد الغضبه واسعه على رئيس ديال المقاطعه قبل لانه ما نماش وما دارش واحد المشاريع تنمويه خلى المنطقه هي كما كنقولوا المنطقه خلى فيها غير التراب منطقه التراب راسو التراب حيدوه التراب الاراضي اللي كانت تابعه لمجلس المقاطعه راه ما بقاتش كلشي داز بطبيعه الحال واش غنقول لهم قول لي واش جيتي من اجل المصالحه مع الساكنه او جيتي مع انتقام لان بهذه السياسه دابا حاليا اللي كيدبر وكيسير بها هو جاء من اجل انتقام من الساكنه اللي صوتات عليه باش انك انت تكون ابن المنطقه وتجي تقول لنا انا ابن المنطقه هو كيقول لك انا ابن المنطقه هو داعي دياب هو كيقول انا ابن المنطقه هو كيقول انا ابن المنطقه حيت هو ملي كيبغي يتكلم ولا كيدوي كيقول لك انا ابن المنطقه وعارف المشاكل اللي كتعاني المنطقه واش جيتي بحسن التسيير وانك دير واحد المصالحه مع الساكنه ولا جيتي باش تنتقم من الساكنه لان هذاك دابا حاليا ديال العامين ديال التسيير والتدبير ديال الشان المحلي كيوحي لينا انك جيتي من اجل انتقام من الساكنه لانك ولا زيرو مشروع المشاكل اللي كنعانيوها دابا حاليا هي مشاكل كثيره ومفيده ولكن انا اللي كنطلب من العامل هو المسؤوليه بالمحاسبه وهذه رساله لرئيسه المجلس الاعلى زين بالعدوي ان تدخل في هذه الملفات لان كاينه ملفات خطيره كاينه اختلاسات كاينه مشاكل وشاهدنا واحد شاهدنا مستشار سيد واحد المستشار ديال المعارضه انه خرج بواحد الملفات اللي هي خطيره هذوك الملفات اللي انه خاصها صفقات ما عندهاش وجوه طبيعه الحال اللي ملفات وكاينه فيها اختلالات وكاينه فيها اختلالات خطيره اذا هنا من الواجب ان العامل يرفع واحد التقرير لوزير الداخليه والنيابه العامه وحتى رئاسه المجلس على انهم باش يجيو يشوفوا الخروقات لان هذوك فلوسنا حنايا كمواطنين ميزانيه ديال الجامعه كتكون بسميتنا حنايا بفلوس ديالنا حنايا بسميه ديال الضرائب شنو هي الضرائب هي ميزانيه الدوله حنا اللي كنحطوا فيها حنا اللي كنحط الا مشينا باغي نشريو اي منتوج كنحطوا فيه واحد الميزانيه ديالنا ديال الضريبه ديال الضريبه 20% وهادي اذا هذيك فلوسنا حنايا من حقنا اننا نجيو نحاسبوا مجموعه اربعه كتعاني من بزاف ديال المشاكل كتعاني من بزاف كتعاني من الازبال ديال واحد السوق النموذجي دويت على مجموعه اربعه نقولك دوي لي انا مولاي رشيده هي كلشي ما كاينش ما كاين لا ما كاينش انا بغيت ندوي على مجموعه انا ما غندويش على مجموعه اربعه انا غندوي على المنطقه ككل من مجموعه واحد حتى المجموعه سته للفرد كاع حتى المنطقه ديال الفرد هي منطقه سوداء لهذا من الواجب على العامل انه يتحمل المسؤوليه ديالو ويدير رفع لنا واحد التقارير للمجلس الاعلى للحسابات لانه هو مراقب ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله وحنا ما بغيناش ندخلوا الثقه ديال الملك البلاد لاننا حنا غيورين على المنطقه ديالنا حنا بغينا المنتخب انه يمشي على واحد التوجه اللي كينادي به صاحب الجلاله اللي هي المصداقيه ولي واحد التوجه لانه يكون ديال الرقي والازدهار ديال المنطقه ديالنا. اخر تدخل سي سعيد. بالنسبه لواحد الاشكال اللي كان تار واللي كان يعني دار واحد الضجه هو تضارب المصالح بالنسبه لبعض المستشارين اللي جاوا كيستافدوا في المنطقه ديال مولاي رشيد لا في الملاعب ديال القرب يعني لا في الملاعب بصفه عامه وزائد الجمعيات المسترزقه اللي هي الان كتمس ولا كما كنقولوا الابناء ديالنا. من الملاعب القرب كتخلص 150 درهم
راه ماشي راه ما عندناش الاستطاعه باش نخلصوا 150 درهم. كاين ملاعب دابا كاين واحد المستشار اللي هو مهيمن على منطقة ديال مولاي رشيد حاليا اللي عطى الفرص لبعض الجمعيات المسترزقه الان اللي كتمص الدم ديال الوليدات ديالنا. كل واحد دار مشروع دابا دار لهم مشروع من هذه الجمعيات ديالي خاصها تستافد في المقاطعه ديال مولاي رشيد والجمعيات الاخرى راه هادي غير نموذج دار جاد جمعيه جاده اللي دارت واحد واحد الدوره في المسرح وخلصت القاعه راه عيب وعار ان 170 جمعيه خلصت القاعه خلصت القاعه صاحبي في المقاطعه ديال مولاي رشيد راه عيب وعار راه عيب وعار لان هاد المستشار غاضب على هاد الجمعيات خاصهم يخلصوا كيتكلموا هما على مقاطعه ديال مولاي رشيد جاوا غير سلطوا الضوء على مولاي رشيد او اللي تكلموا على مقاطعه ديال مولاي رشيد يخلصوا القاعه راه عيب وعار وكرينا جوج دالوات شو مولاي دالوات كريسو ب 1000 درهم الواحد والضالو هذا راه ديال السكان ديال المنطقه مولاي رشيد اللي جا نمشي بدون حتى شي عيب بين كتحكر الجمعيات ديال المقاطعه ديال مولاي رشيد كاين تقسيم. المهم هادشي اللي فهمت انايا هو ان كاينين الناس اللي ترشحوا انتخابات باش يترأسوا مقاطعات ماشي من اجل خدمه المواطنين ولكن من اجل خدمه المصالح ديالهم. ولكن حنا سهلا معكم السفل طويل والجهد كاين. حنا اللي كنطلبوا منكم انكم ديما ما ديروا تيفات ديما نرى يوميا ماشي ديما يوميا ماشي ديما ديما المعاناه اللي كنتعانيها المنطقه ديالنا واش انكم توصلوها للناس المسؤولين ولا ما يجيو يتاخذوا واحد كيقول لك انا جاوب الدالوات ولا كيقول لك شي دالوات ولا دالوات بالله على الله يحفظك المقاطعه ديال مولاي رشيد ولد مولاي رشيد ولد مولاي رشيد اننا نتفرجوا في شوف تي راه يوميا هنايا كنتكلموا هنا كنتبعوا له وشي الله الا كنتبعوا لانه عطانا فرص باش نجيبوا انشطه ثقافيه وما كيلقاوش المقاطعه كتمدهم شي حاجه ما كتمدهم حتى شي حاجه اللي كيزيد بالنسبه للجمعيات دابا واحد النشاط داروا مؤخرا دابا حاليا والله القسم الى مؤتمر اول مؤتمر كيديروه كديروا شبكه مابقيناش ب 50000 درهم فيها مابقيناش باش يمدوا لنا يد المساعده ديال المركب بعد ما كريسوم بعد ما كريسوم كرينا من عند الشوربه كرينا وجينا شوربه ما عطاوكمش هادو ما عطاونا حتى حاجه ورحنا ذلك المجهود ديال المسرح تا ما عطاوش لكم خلصوها ضروري خديتو معنا شي بريسور اخر كاين واحد الجمعيات جهودات ديال الشبكه كاين واحد الشبكه كاين واحد الجمعيات دايرين لقاء دابا دايرين طلب لقاء مع السيد الرئيس هادي دابا مده ديال 5 شهور وباقي ما جاوبهمش بحال ما نعرفش شكون غادي يجيو فين هي فين هي التشاركيه الديمقراطيه اللي كاينه دي بلاصه فين هي التشاركيه الديمقراطيه ما بين ما بين ما بين المجتمع المدني و دابا انت هي معايا يا عدويا يا اما ما تكون معايا اما انت عدويا تحيا السي رشيد دابا الجمعيه الجمعيه المهم رشيد من السكن ديال منطقه مولاي رشيد غادي نوصلوا نهايه هذا المباشر بارطاجيو ونتمنوا خير لهذه المنطقه لانها ضاعت في سنتين من تسير وضاعت في واحد الميزانيه تقدر بالملايير ما عرفناش واش ديك الميزانيه غادي ترجع واش غدير شي حاجه ولا ما غديرش واش هاد المقاطعه غتبقى دائما مغضوب عليها لان راه ازيد من 30 سنه وهي على نفس الحال حتى حاجه ما تزادت من غير بعض واحد الملاعب ديال القرب اللي مجموعين او منحاصرين فقط في واحد المنطقه المشاريع ديالهم اللي كتبنا هما اللي تزادوا الله يسهل الامور